Hello everyone, this is your teacher Ayub. I hope you're doing good. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح قواعد الوحدة الثامنة Unit 8 What If. طيب هسه أول قاعدة عندي هون اللي هي Second Conditional. طبعا إحنا so far درسنا في القواعد اللي في الوحدة اللي قبل Zero Conditional، بعدها أخذنا ال First Conditional. إن شاء الله اليوم المرة بدنا ناخذ ال Second Conditional. طبعا Second Conditional تختلف عن ال Zero والفيرس بالاستخدام وفي التايم تنس للمين وللاف كلوز برضو. يعني الزيرو كونديشنال والفيرس كونديشنال بيختلفوا بالزمن تاعهم، الاف كلوز كان نفس الاشي لكن المين كلوز لا، مختلفات في الزمن. لكن عند السكند كونديشنال مختلفة بالمين كلوز وبرضو مختلفة في الاف كلوز. طيب بس قبل ما ندخل على الاف كلوز والمين كلوز خلينا نشوف الاستخدام شو بفرق وشو الاشي الجديد اللي جد علينا. We use the second conditional to talk about situations that are unlikely or unreal. It can refer to the present or the future. وإحنا نستخدم second conditional عشان نحكي عن مواقف أو أشياء ممكن إنها تصير، تمام؟ لكن الأغلب إنها ما حتصير، يعني فرصة حصولها هاي الشغلات أو فرصة إنها تصير جدا ضئيلة، لكن إحنا نتمنى مرات أو تصير أو نحكي إحنا ونعبر عنها إذا صارت إيش ممكن يطلع إلها ناتج. يعني إذا مثلا صار هالإشي معين شو ممكن تطلع نتيجته، مع إنه والله بعيد جدا إنه يصير وصعب إنه يصير، لكن إذا صار إيش ممكن تكون نتيجته. هنشوف مثال. If I won the lottery I would buy a house. إذا أنا فزت في اليانصيب ممكن أنا أو راح على الأغلب إني أشتري إيش منزل، تمام؟ فإف I won the lottery إذا أنا فزت في اليانصيب، وقديش فرصة الواحد إنه يفوز في اليانصيب؟ جدا ضئيلة يعني تقريبا منعدمة، لكن إذا في فرصة بتظل، لا معناها كثير ضئيلة بس في فرصة. فإذا ظلت عفوا إذا هاي الفرصة أنت يعني فزت في هذا اللوتري واجتك هاي الفرصة جدا ضئيلة، راح تشتري مثلا بيت. اوكي، فهو بيحكي عن حاله if I won the lottery اذا انا فزت في اليانصيب I would buy a house، راح اشتري منزل، تمام؟ فكيف ممكن هسا الستركشر تاع الجملة، وزي ما احنا بنعرف بالconditionals كثير بفرق عندي الستركشر والفورم تاع الجمل. فبحكي لك we can form the second conditional in two ways like this. طبعا طريقتين احنا بنعرفهم، انه الاف كلوز والمين كلوز يتبدلوا بين بعض، يعني الاف كلوز تيجي اول اشي وبعديها المين كلوز، او المين كلوز اول اشي بعديها الاف كلوز. فخلينا نمشي احنا لما تيجي الاف كلوز اول اشي، اول اشي بحط الاف، بعديها بحط السبجكت، بعديها verb 2. انتبهوا هون في عندي الاف كلوز بالفيرست كونديشنال والزيرو كونديشنال كان verb 1، كان present simple الزمن، لكن عندي هون ايش past simple، فبدي احط verb 2، تمام؟ بعديها بحط كما فاصلة، بعدها عندي subject زائد would زائد infinitive، تمام؟ بدي استخدم الود هون في السكند كونديشنال، تمام؟ عشان اعبر عن ايش ممكن انه يصير في المستقبل، امكانيه حصول في المستقبل ضئيله لكن انها ممكن انها تصير، فاحسن ايش ممكن استخدمه انا اللي هو عندي الود، تمام؟ طيب هاي لو قلبنا المين كلوز الاف كلوز، المين كلوز تيجي اول اشي بتكون سبجكت زائد وود زائد انفينيتيف. طبعا اكيد بعد الود هو عبارة عن مودل، ودائما بعد المودلز بيجي الفعل مجرد من اي اضافات بكون انفينيتيف، يعني ما عليه ولا نص اضافة، خلاص زي ما هو. مثلا كلمة رايت مثلا فيرب فعل رايت يكتب، ما بتكونش رايتس ولا بتكون روت ولا بتكون ريتن. كلمة لوك ما بتكون لوكس ولا لوك ولوكت اي اللي هي بتكون اخرتها اي دي، تمام؟ لا برجعها زي ما هي لوك ورايت، هذا هو الانفينيتيف. فايش بعد الود تيجي عند الانفينيتيف، بعديها ما بحط كما، بكمل الجملة عادي، بحط اف كلوز. بما انه الاف كلوز انت تيجي عندي بعد المين كلوز في هاي الحالة حسب ما انا بدي اياها يعني، فبحط انا ايش ما بلغي الفاصلة، فمباشرة اف سبجكت فيرب 2 برضو. فننتبه هون انا عندي الاف كلوز بتيجي present sorry past simple، والmain clause تيجي فيها would مع infinitive. نركز احنا على هاي الشغلات. طيب هسا ننتهي احنا هيك من الزيرو من العفو second conditional، ننتقل للقاعدة الثانية اللي هي عندي ان شاء الله سهلة وبسيطة، اللي هي عندي I wish، اللي هي انا اتمنى.
طبعا wish احنا we use I wish with the past, present and the future to say that we want something to be different from how it is now. تمام؟ فإحنا نستخدم كلمة أنا أتمنى. أوكي؟ أمنيات، أنا عندي wishes معناها أمنيات، أنا عندي أمنيات مثلا إنه هذا الإشي يتغير من ما هو الآن. فإحنا هيك عشان هيك إحنا نتمنى، نحكي I wish، نحن أنا أتمنى علشان نغير بخيالنا أو نتمنى إنه هذا الإشي يتغير في المستقبل، أو يا ريته لو كان متغير هسا الآن، أو يا ريته لو تغير في الماضي من ما هو الآن شكله أو وجوده. تمام؟ فمثال على إنه هون humans can't fly، البشر لا يقدرون إنهم إيش يطيرون، صح؟ كيف ممكن أنا أتمناها؟ بحكي I wish I could fly مثلاً، أو I wish humans could fly. تمام؟ مثلاً أنا ما بقدر بشكل عام، يعني البشر ما بقدر يطيروا، بس أتمنى لو إني أطير، يعني يا ريت. أوكي؟ عندي هون إيش حولناها من humans can't fly إلى ضفنا عليها I wish I could fly. طيب. بس في عندي احنا عرفنا استخدام وش، لكن انا عندي شغلة بدي اركز عليها بالفورمز في ال زي ما تحكي الستركشرز تاعون الجمل اللي احنا بندخل عليهم I wish. طبعا هسا اذا اجت الجملة عندي present، اذا اجت في الحاضر تمام، يعني present simple، بستخدم ايش مع هالفورم؟ بكون subject زائد wish زائد subject زائد verb to. تمام؟ يعني إذا إجت عندي في الحاضر بدي أستخدم معها زمن ماضي. طيب إذا إجت عندي بالباست، إذا إجت عندي في الماضي بدي أستخدم معها subject wish subject had زائد verb 3. تمام؟ فزي كأن أنا إيش بدي أرجع خطوة للوراء، من حاضر لماضي بسيط، من ماضي لماضي تام، وهكذا. تمام؟ عندي يعني had زائد verb 3 اللي بستخدمه أنا usually مع perfect. Imperfect tense. طيب عندي the future، إذا جت في المستقبل الأمنية أو إنه أنا الموقف اللي أنا بدي سوري الموقف اللي أنا بدي أتمناه، أتمنى إنه يتغير، إذا إجا في المستقبل بستخدم معها subject wish subject would أو could زائد infinitive. تمام؟ فعندي برضو أنا هون ناس أضيفها، بس برضو نحط إحنا could نقدر نستخدمها مع the future. طيب خلينا نشوف أمثلة عليهم. عندي مثلا شغلة في the present، تمام، في الحاضر بدي احولها للدي الماضي. مثلا بحكي عندي مثلا I am not اللي هي عندي مثلا جملة هون I am not tall، انا لست طويلا. تمام، I am not tall، انا لست طويلا، هاي ايش هاي؟ في الحاضر، هذا الموقف يعني بدي ادخل عليه I wish. تمام، اذا بدي ادخل I wish على جملة زمنها حاضر اللي هو present، بدي ايش احولها لا الماضي، أرجع في خطوة إلى الماضي، فبتصير I wish I were taller، أنا بتمنى لو أنا كنت أطول. تمام؟ مثلا محمد isn't here، مثلا إحنا والله مجتمعين صاحبنا محمد مش معنا، مثلا محمد isn't here، I wish محمد were here، بتمنى لو محمد كان هون. ها محمد isn't here، isn't هون إيش؟ verb 1. تمام، يعني ايش انا عندي الجملة او الموقف نفسه اللي قبل ما تدخل عليه انت الامنية، الموقف اللي انت بتتمنى انه هو يتغير. تمام، الموقف نفسه ايش زمنه؟ present، زمنه حاضر، فانت لما بدك تغيره ايش بدك ترجع في الزمن خطوة عشان بدك تضيف عليه I wish، فبتصير مثلا I wish محمد were here. ماشي، محمد isn't here، I wish محمد were here، أو wish محمد was here. I am not tall، I wish I was tall، I wish I were tall. طبعا احنا نفضل نستخدم were عن was مع كل الضمائر في قاعدة الوش. تمام، يعني الجراماتيكلي يعني من ناحية قواعدية الأصح نستخدم where، لكن عادي نقدر نستخدم was مش مشكلة. طيب بس عندي مثال، نأخذ مثال على الباست. طبعا مثلا خلينا نتخيل انه كان علينا امتحان اليوم، والله خبصت في الامتحان، ما حليت صح منيح او اشي زي هيك، فبتمنى لو اني ايش درست. فمثلا والدتي حكت لي ادرس منيح، بتمنى لو اني رديت عليها، فايش مثلا بحكي I wish I had listened to you، مثلا بحكي لامي والله انا بتمنى لو اني سمعت لك ودرست منيح.
تمام. طلع انا شو يعني هذا الحكي في الماضي، الموقف نفسه في الماضي. دقيقة شباب بس شوي، ها هاي الباس، الموقف نفسه في الماضي. اي موقف اللي هو امي قالت لي فيه ادرس منيح او ركز منيح انت بتدرس مثلا، هاي ايش حكت لي مثلا، you should study او ايش زي هيك، يعني ما يعني زي ما تحكي الموقف صار في الماضي قبل بيوم من الامتحان. فانا ايش بدي احكي لامي، والله انا بتمنى لو اني سمعت لك وقتيها يعني اللي هو البارحة. فايش انا بحكي، I wish I had listened to you مثلا، أو I wish I had studied as you said مثلا، أو إشي زي هيك. أوكي طيب، بس عندي مثلا في الـ future في المستقبل، كيف ممكن أنا أعطي موقف في المستقبل؟ مثلا ممكن حدا يحكي إنه مثلا to win a lottery مثلا، اللي هو تفوز أنت في اليا نصيب أو إشي زي هيك. مثلا تحكي مثلا I wish I would won the lottery مثلا، ممكن أنا I wish بتمنى لو إني أنا أفوز في اليا نصيب كان عملت أشياء كثير. طيب يعني هذا مثال إحنا استخدمناه مع السكند كونديشن الفوق، لكن نرجع نستخدمه مش مشكلة عادي. تمام، عندي أنا to win مثلا، أو I will win the lottery. اوكي مثلا بحكي انا والله if I bought a ticket there is a chance that I will win the lottery، اذا اشتريت تذكرة اليانصيب هناك فرصة اني سوف ايش اربح في اليانصيب. نعيد الجملة if I bought او بحكي when I buy the ticket عادي there is a chance that I will win the lottery، تمام في فرصة لكن ضئيلة. اوكي هاي بالنسبة للسكند كونديشنال يعني ممكن، فبدك تضيف عليها انت wish تمام، تحكي أمنية، ها الحدث أو الفعل في المستقبل. I there's a chance that I will win، ها will في المستقبل تمام. متى بدك تدخل عليها wish فإيش بتصير؟ I wish I could win the lottery، أو I wish I would sorry win the lottery تمام. I wish I would win the lottery، بتمنى لو إني أفوز في اليانصيب. طبعا أكيد بعد would تيجي عندي هي الانفينيتيف.